ومن أعظم صور الفساد في الأرض المثلية الجنسية، واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وعمل قوم لوط جريمة منكرة وفعلة قبيحة يمجها الذوق السليم وتأباها الفطرة السوية وتمقتها الشرائع السماوية، وذلك لما لها من عظيم الأضرار ولما يترتب على فعلها من جسيم الأخطار. وفي اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فساداً لا يرجى له بعده صلاح أبداً، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحيي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. واللوطي هو من فعل الفاحشة في دبر ذكر، وسمي لوطياً نسبة إلى قوم لوط، لأن قوم لوط هم أول من سن هذه الفاحشة في العالمين. قال لهم نبيهم عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ واللواط أعظم من الزنا وأقبح، لأن الزنا فعل فاحشة في فرج يباح بالعقد الشرعي بشروطه، وأما اللواط ففعل فاحشة في دبر لا يباح أبدا. ولهذا قال الله جل وعلا في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة؟ وأقره الله على ذلك وحكى قوله مرتضيا له، وقال في الفاحشة تدل على أن هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله، تلك الفاحشة العظيمة التي ليس فوقها فاحشة. وهذا أمر متفق عليه بين الناس، أن قبح اللواط أعظم من قبح الزنا.